صباح الخير عليكم، كيف صبحتوا؟ ياك لاباسك بخير، اموركم هانيه. المهم كيف شفتوا، المهم صورت لكم فقط فطرنا، خرجت غدا المسبانه، غادي نمشي نجيب واحد الجلابه ديال بنت خالتي صيفطاتنا. المهم خرجت غير انا وصاحبتي، لكن ما كتشوفوا التيران. خالتي بدنا انا واختي نيت، انا واختي كريمه. المهم انتما كما كتشوفوا بدنا عند بنت خالتي، نقشات ليا غادي اليوم العرس، الداخل ما كنديروش فيه. صافي شكرا، يلا صافي شكرا. كما كتشوفوا كما قلت لكم اسمحوا لي، كما كتشوفوا تلاقينا مع واحد المراه نيت عطاتنا حليوه، غيجيو هانيت لداك العرس. المهم كي قلت لكم مشيت درت الحنة، نقشت، تندير غير الفوق ما كنديرهاش للداخل. قلت لكم كنديرها غير الفوق، للداخل ما كنديرش نيشو. كما كتشوفوا الخوت، كما قلت لكم غنشارك معكم هاد النهار كامل ان شاء الله. بالليل كاين العرس في الدرب، غنمشيو ليه وغنشاركو معكم. المهم النهار كامل وغنشاركو معكم اش كندير، شنو هو العمل ديال اليوم. غادي للمسبانه ديال لاشالي ماشي ديال الفلاح، ما كاينين جوج هنايا، كاينه ديال الفلاح كاينه ديال لاشالي. غادي ديال لاشالي ان شاء الله بحول الله. خارجة غير بالبيجاما ديال الدار، ما عنديش السوق حتى نمشي نتسخر، كنلبس غير البيجاما ديال الدار، ماشي نلوح جلابتي ثاني ولا نلبس شي حاجه. اللهم نخرج غير البيجاما ديالي كما كتشوفوا. شوفوا واش يبان لكم الحنة مزيان. كما كتشوفوا باقي لينا واحد شويه، جينا عند الخياط لقينا ساد. المهم نمشيو نشرب المصبانه الخياط. شويه نمشيو المصبانه كما كتشوفوا واقلين شويه. هذا كيباع انواع الماء اللي بغيتي، والله الا عنده داكشي زويون بزاف بزاف، عنده داكشي واعر واعر واعر. شي نهار نجيبكم عنده. هنا كما كتشوفوا كاينين القصريات كاينين الجزاره. المهم زيدو زيد وغادي تشوفوا المصبانه وصباها. المهم الخوت كيما كتشوفوا جينا باقي مصلحه، قال لنا تسناو واحد شويه، حنا كنتسناو واحد شويه. المهم نبغيو عليكم كي دايره زويونه في الحقيقه واعره. المهم الخوت كيما كتشوفوا قلت لكم الخوت، حنا يلاه جبنا هذيك من المصبانه. هلا هيا المهم يلاه جبناها، لقيناها مازال ما صلحهاش.
تسنينا حتى صلحها. المهم جينا دخلنا غادي للدار، نشوفو حتى هنايا كاينة واحد العراسية، ولكن حنا ماشي هادي اللي نجينا اللي غادي نجيو ليها. حنا كاينة عندنا في الدرب حدا الدار، نمشيو هاد الليلة إن شاء الله ونشارك معكم نهارنا كامل. غنمشيو للعرس، هي في الحقيقة كتجينا غير جيران، ولكن زعما هادي جدا كاين اللي تيقول لك علاش تديري درتي الحنة وما كيجيك حتى حاجة، ولكن درت أنا الحنة غير على حساب زعما جيران وداكشي، واصلا درتو خفيف هانتوما خفيف اصلا ما تنحملش، ها خفيف ما تنحملش الحنه يكون في الداخل بزاف. درتو ليا غير بنت خالتي كما قلت لكم، باقا ليا صباغه غنديرها. المهم نحيد هادي وغنشارك معكم الى حيدت الصباغه ولا درت الصباغه ان شاء الله. كتشوفوا وصلنا للتيران، التيران يا التيران. المهم ما عرفتش غتبان لكم واش غيبان لكم العرس ولا لا. المهم دابا نمشي حتى لحدا ونوري لكم. بعد دابا غدا كما قلت لكم غدا عند بنت خالتي، قلت لكم الخوت كما كتشوفوا هو العرس غيكون كيبان لكم دابا. غدا غير عند بنت خالتي مع هادشي مازال الواليده عندنا تغدى عندنا هي الدار، والدار ديالنا حنايا هياك. دابا نوريها لكم، ما عرفتش اش بان ولا. المهم الخوت جيت قضيت صابون ونرجع ثاني للدار. المهم الخوت كما كتشوفوا جبت الصابون مع كنسيقو حنا بهذا، كيعطي ريحه زويونه بزاف بزاف بزاف. المهم ندخلو دابا للدار. كما تشوفوا الماء كما قلت لكم هو كلارس، سيقنا سالينا قبلنا كلشي انتما كما كتشوفوا جمعنا كلشي. المهم نخليكم حتى نقادو هادشي تاني ونرجع لكم لا فيديو ان شاء الله. هانتوما جمعنا كلشي كلشي كلشي. المهم اخوتي هادي الصلاه اللي خملنا كما كتشوفوا، وهذا هو الغداء باش تغدينا. الطاجين ديال الفاخر طلع زويون بزاف، الكادو اللي غنديو اليوم بالليل. زربيه المهم زويونه، رطبه بزاف، الثوب ديالها زويون دايره زويونه. يلا دابا واحد شويه درنا هادو، درنا ثلاثه. المهم انتما كما كتشوفوها، المهم الخوت هاني وريتكم. المهم الخوت الكادو اللي غنديو، ومازال غنديو شي حاجه اخرى. هذه راه غير تجمعوا العيالات، تجمعوا العيالات ديال الدرب وتقداوها، وهما كيعطيو شي حاجه من عندهم بحال الفلوس ولا شي حاجه، وكيعطيو سميتو لمولات العرس، وهذه غير كيديوها كادو. المهم دابا نصور لكم ان شاء الله. كيما مثلا شفت خمال في المهم جمعنا وقدينا كلشي. المهم الخوت جمعنا وقدينا كلشي وهبطنا، لقيت خالتي دارت الحنه والوالده ديالي حتى هي دارت الحنه. المهم عامر نيت غتسمعوا الصداع، كاينين هنايا العيالات. ودابا جيت قديت هادشي وجيت صورتو لكم، وغنقول لكم باي باي عليكم حتى نخرج تاني ان شاء الله، نشوف بحال والو غادي نتسخر ونديكم تاني معنا. يلا باي باي عليكم، تل شويه ما تمشوش فين، كملوا الفيديو.
كما قلت لكم كملي الفيديو، راه لي فيديو نهار كامل من الصباح حتى الليل ان شاء الله. غنصور لكم الى غنمشي للعرس كيفاش دايره الخرجه. المهم كما كتشوفوا غنبدا ندخل لسميتو الصالون، شوفوه كما قلت لكم هنجي لسميتو الضو. انتما كتشوفوا صبرتي لا لابسه غادي غير صبر. نعم المهم سمحوا لي صلاه خالتي قالت لي اش غتلبسي. المهم كما كتشوفوا صبرتيله ومنحاف. المهم كاينه عندي محفظه في اللور كما كتشوفوا محفظه كما قلت لكم كاينه المحفظه في اللور. المهم العرس ها هو كما كتشوفوا. دابا كنتسنى اختي تجي، غتجي اختي وغتهبط صاحبتي باش تدخل تحلينا الصالون ندخلو نضرب لكم الدوايره تما. كما قلت لكم الخوت انا دويا 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 شنو انني نلبس نلبس قفطان ولا تكشيطه ولا شي حاجه للعرس. تيحمقني نلبس ملحف ديما، اي عرس مشيت ليه معروفه بالملحف. المهم غتشوفوا كلشي، ولا قدرت نصور لكم الا لبست الملحف غنصور لكم، ما قدرتش غنحط لكم لطف ان شاء الله. مهم 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 كما قلت لكم الخوت ما تنسوش ديروا لايك وديروا ابوني، تضغطوا على الجرس، تدخلوا القناة ديالي، اشتركوا معايا. المهم يعجبكم الحال بزاف بزاف. المهم هادشي اللي كاين الخوت، ما كنخبي عليكم حتى حاجه. النهار كامل درت لكم اليوم، ما خبيت عليكم حتى حاجه. داكشي اللي درت اليوم راه درته، وسمحوا لي الا تيبانو شي خيوط ديال لاكيت مع كما قلت لكم كنحط لي فيديوهات تنحيد فيهم، تنضطر نحيد فيهم الصوت اللي ما كيتسمعش، واضطريت انني نبدا ندير لاكيت اللهم يبانو لاكيت اولا ما تسمعش حتى حاجه لي زيات درتهم وغنشارك معكم. المهم نهار سهلة، باقي ليا باقي غير واحد الشويه حتى ندخل ان شاء الله ونكملوا معكم. المهم احنا غادي نشوفوا الصالون. المهم الخوت انا دخلت للصالون كما كتشوفوا، داخله غير انا وصاحبتي حلومتي. المهم كما وريتكم سميتو ديال الكتبه ديال الصالون، دايره فيها صالون احلام اللي كيعرفوا في الفلاح يجي. المهم انتما عندي الصباغه ديال الدية كما كتشوفوا حيتها نرجع الصباغه. هانتوما كاينين انواع واشكال. المهم صالون زويون في الحقيقه كيحمق. المهم اخوتي كما كتشوفوا انا لابسه الملحاف، اختي لابسه ليك العبايه. المهم تنبغيو شي حاجه خفيفه. الحناني كطلعات اللي درنا كما قلت لكم كنلبس ليها الملحاف، تلبس ليه غير شي بودي بالشبكه ولا كسيوه. هو لابسه في الكحل ها هو. المهم دابا ندور تشوفوا الملحاف كي داير. الكتبه كتبان ولكن راه مع البرد ما تيهمش، تيبان بحال هكذايا. والشعر اللي درت ليه التوشين قال خوت، درت ليه غير بلاك ونعست بيه، درت باتشا ونعست. المهم صدق ليا زويون اصلا، ما مولفاش كنديرو بزاف داكشي علاش. المهم صدق ليا لابساه غدير الشعر، ولكن المهم لابسه فوقو. المهم الخوت كما كتشوفوا احنا غنمشيو دابا نهبطوا للعرس ونكملوا الفيديو ان شاء الله. المهم اخوتي حطوا لينا نغسلوا يدينا نتعشاو، سمحوا لي ما صورتش لكم العشاء. المهم كاينين بعد العراس اش ما يخليوش يصوروا. المهم الخوت انتما كما كتشوفوا مالي القرا مالي القاع كيجمعوا،
صافي. المهم تقريبا نشوف شحال الساعة، هادي 6:30، 6:30 هادي، ويلا معين يلا جينا غير دابا، يلا جينا صافي. شتا كيجمعو ديك القهوة جينا ما سخيناش. المهم داكشي داش زبيون في الحقيقة، داش زبيون وظريف، المهم ظريف وزبيون. المهم داكشي داز عندهم يعني زويون، ما كاين لا صداع لا مشاكل لا حاجه، داك الشيء زويون شطحنا. المهم الخوت كما كتشوفوا درت لكم فلوج اليوم، صورت لكم نهار كامل 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 كامل، شاركته معكم الخوت باش تعرفوا بلي راكم عزاز وغاليين بزاف بزاف. المهم الخوت كمل لكم، دابا دخلنا كما كتشوفوا غسلت وجهي، المهم ما شفتو والو، ولكن غير قلت لكم زعما دخلت غسلت وجهي، ما كنبتش بالمكياج، الا فتت بالمكياج تيخرجوا فيا الحبوب، داكشي علاش دخلنا انا واختي دخلنا انا واختي كريمه، جمعنا حيدنا حوايجنا ودخلنا للطواليت تحكينا مزيان وصافي. هادشي اللي كاين الخوت. المهم ما تنساوش ابوني وتخطو على الجرس يوصلكم اي جديد كما كتشوفوا. المهم الخوت كون معزاز بزاف، داكشي علاش دوزت معكم النهار كامل. المهم انتما كما كتشوفوا المهم كما قلت لكم الخوت دابا جمعوا القاعه صافي سلام، ومشيت للعروسه غدا ان شاء الله ونشوف الا قالوا لنا يلا وتشاركوا معنا راه غنمشيو معاهم، ما قالوا لنا والو راه نريحوا غير في دارنا ما كاين لاش نمشيو. كما قلت لكم الخوت ما تنساوش اللايك اللايك اللايك، وديروا ابوني وتخطوا على الجرس وشاركوا القناة ديالي. يلا بجيت الخوت، بغيتكم تشجعوني تشجعوني انا واختي كريمة باش نطلعوا لفوق، ما بغيناش نهبطوا لتحت، بغينا نطلعوا لفوق نوصلوا المهم اكبر لايك، بغينا نوصلوا يعني بغينا نوصلوا لفوق. المهم كما كتشوفوا الخوت غنقول لكم باي باي عليكم حتى الفيديو ان شاء الله الجاي. كما كتشوفوا غنخليكم دابا عيانة عيانة غنمشي الناس، مهم وهذا الفيديو ان شاء الله غيتلاح غدا، وغندير لكم بلي ديال اليوم ندير لكم التاريخ. المهم اخوت غنقول لكم باي باي عليكم، السلام عليكم، راه كنبغيوكم بزاف 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 انا واختي كريم، كنحبوكم في الله. المهم الخوت غنقول لكم باي باي، السلام عليكم، تهلاو في ريوسكم، راه كنبغيكم.